عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دعاء مبارك، والدعاء هو يا الله يا الله يا الله. كان على شخص دين بقدر بنحو 3000 دينار، فلقنه أحد الصالحين دعاء يدعو به لقضاء دينه، وهو هذا الدعاء: اللهم اقض الدين عنا يا رب العالمين، اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله، والله أنت الله لا إله إلا أنت، الله الله الله، والله أنت الله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. ثم يذكر حاجته. وقد دعا هذا الشخص بهذا الدعاء المبارك قبل نومه، فرأى في منامه من يقول له: قد سألت الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا قرأ على الماء تجمد. وكان إن استجاب الله له وأدى عنه دينه ببركة هذا الدعاء. وقيل أيضا هو دعاء ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من دعا الدعاء الأدعية الجميلة دي ربنا يقضي دينه ويقضي حاجته. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم الصابرين. أرجو الاشتراك في القناة وتدعيم القناة ودعم القناة. والله أعلى وأعلم.